التقت بعثة مملكة البحرين للحج بالحملات البحرينية المتواجدة من مواطنين ومقيمين بالمدينة المنورة، وذلك للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم. كما زارت مستشفى العقالي الذي تعاقدت معه البعثة ليستفيد حجاج البحرين من خدماته العلاجية والطبية. هو مشوار طويل يمر بمحطات عديدة في موسم سنوي مبارك تلتقي فيه الحشود لأداء ركن الحج العظيم. جموع الحجيج أولئك، منهم من بدأ بلملمة أشواقه في المدينة المنورة لتكون هذه المحطة هي الوقود التي تدفعه للمناسك بكل ألق ولهفة. حملات بحرينية عديدة كانت من ضمنها، وقد استهلت البعثة البحرينية للحج زيارتها لهذه المدينة المباركة للاطمئنان على سلامة حجاج المملكة. بدأنا بجولة تفقدية للحملات المتواجدة في المدينة المنورة، وجلسنا مع بعض أصحاب الحملات والحجاج واستمعنا لمقترحاتهم أو شكاواهم، ويعني نحن نحقق إن شاء الله ما نستطيع تحقيقهم من علاج لهذه الإشكاليات أو رفعها للجهات المختصة. وللسنة الرابعة على التوالي تواصل البعثة البحرينية تعاقدها مع مستشفى العقالي السعودي الذي يعد من أكبر مستشفيات المدينة، ويستطيع كل حاج بحريني أن يستفيد من خدماته العلاجية ودون مقابل. في هناك الطب العام، الطب الداخلية، استشاري وأخصائي القلب، النسائية، أذن أنف حنجرة، يعني تقريبا كل الاختصاصات المهيئة موجودة بفضل من الله. وبحوالي 8 حملات بحرينية واصلت بعثة مملكة البحرين للحج زياراتها للحجاج البحرينيين الذين يستعدون حاليا للسفر إلى مكة المكرمة. نشكر جلالة الملك على تفضله بتخصيص البعثة للبحرين لزيارة المواطنين في سواء في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة. الحمد لله ما قصروا ويانا، يعني الطاقم موجود ويانا، يعني تنبيه باستمرار، يعني يوضحون لنا بعض معلومات. احنا جدا يعني هي اول حاجة بالنسبة لنا، احنا على استعداد تام في خدمة الحجاج بيت الله الحرام، واحنا سعداء بذلك. يعني احنا فعلا مستانسين ان شاء الله، ويرجع حجاجنا ان شاء الله بالسلام لأرض الوطن، ارض الحبيبة البحرين. الله يعني يسر الامور لجميع احبابنا في البحرين وخير الخليج وكل العالم الإسلامي، إن يجون يشوفون تسهيلات موجودة جميلة، مواصلات، أمور ميسرة من صحة، من كل شيء، الحمد لله. البعثة البحرينية للحج لم تغفل كذلك المقيمين بالمملكة الذين نالوا فرصة أداء مناسك الحج. صفحة طويت لتبدأ صفحة أخرى، وها هم حجاج مملكة البحرين يستحثون الخطى متوجهين إلى المشاعر المقدسة بشوق إلى عرفات ولهفة إلى الكعبة المشرفة. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف، المدينة المنورة.